الفنون وأستاذ الأساتذة ومحراب الفنان الحقيقي ومدرسته الأولى والأصيلة المسرح. التشخيص المسرحي عرفوا كهنة أمون في مصر القديمة وقدموه مدعوم بالشعر والموسيقى للحكام والنبلاء، وده قبل ما يتعرف في بلاد اليونان بقرون. لكن المسرح الحديث عرفناه مع الحملة الفرنسية وظهرت الأوبرا الخديوية في عهد الخديوي إسماعيل. وفي سنة 1885 شهدت الأزبكية أول موسم مسرحي على إيد أبو خليل الأباني وسلامة حجازي، ومن بعده يعقوب صنوع اللي قدم المسرح في صورته الحديثة. المسرح بكل صوره، الكوميدي والتراجيدي والسياسي والاستعراضي، كان وما زال مراية وانعكاس للتاريخ والمجتمع كله. وعند الأرشيفجي عن المسرح قصص ما تنتهيش، هنسمع ونشوف منه العجب في حكايات المسرح وتاريخه. المسرح وتاريخه. المسرح بقى ده قصة كبيرة قوي، قصة تمتد لبداية القرن، والمسارح متجولة، ومسارح اللي كانت أماكن متواجدة فيها زي في اسكندرية وفي مسرح حديقة الأزبكية، ومسارح كبيرة طلعت أجيال كبيرة من ممثلين المسرحيين متخصصين. وإحنا عارفين إن المسرح ظهر قبل السينما. المسرح كان ليه دور ريادي مهم جداً جداً جداً. يمكن نقدر نتكلم على اللي إحنا شفناه وفي أرشيف موجود عندنا منه، مثلاً زي الأستاذ نجيب الريحاني كان ليه أعمال مسرحية عظيمة، وكان في تعاون مثمر جداً، يعتبر يعني أخوه وحبيبه اللي كان معاه في كل عام النجاح المسرحية، وهو الأستاذ الجميل بديع خيري. عمل دويتو إلى الآن يدرس مسرحياتهم، إلى الآن يدرس أسلوبهم في العمل مع بعضهم في المسرحيات اللي هم أخرجوها للناس. وده خلى كتير بدأوا يعملوا مسرحيات وبدأوا يعملوا مسرح. علي الكسار عمل مسرح، إسماعيل ياسين عمل مسرح، جورج أبيض ودولة أبيض عملوا مسرح، ها مش عايزين ننسى حد، ناس كتير عملوا مسارح خاصة وفرق متحدين وفرق التلفزيون وفرق، يعني كان بتطلع فرق مسرحية كتيرة. وكانت الفرقة دي كل واحد أو كل فرقة ليها أسلوب وليها مكان بتعرض فيها حاجتها. حتى علي الكسار منقدرش ننساه طبعا، كان ليه، وأحمد علام، ها وزكي طليمات، يا ده انا مش عايز انسى حد، ده في عمالقه في تاريخ المسرح، وفيهم ناس يعني بزغوا وبقوا يعني ما شاء الله عليهم في المسرح اكتر من السينما. زي ما اتكلمنا عن ان في ناس كانت مطربين بتمثل ونجحوا وفي ناس ما نجحتش، لا ده المسرح بوابه تانية خالص غير السينما، وبدا من بدايه القرن، وكان مجالات كثيره وناس كانت بتحضر وتروح. موجود عندنا، موجود عندنا ورق وصور بالعروض، ها الافيشات، مش الافيشات كانوا بيعملوا كده زي بروجرام للمسرحيه، وجبناك الابطال بصور صغيره على الورقه كانه اعلان بتلزق كده على الحيطه ان المسرحيه دي بطوله مثلا عبد المنعم مدبولي، ها ونعيمه وصفي زمان وصغيره وكده، ويجيبوه في ارشيف بيبقى جايب ده، بس مش ارشيف كتب بقى اللي كان بيجيب تاريخ ده زمان، لا ده تاريخ مجلات. ده كان في مجلة عظيمة في العشرينات، ما أروع أرشيف المسرح، مجلة اسمها المسرح، بدأت في 1925. أرشيف للحياة المسرحية في مصر بشكل عام، ده قبل بقى ما نخش بقى التطور الحديث في المسرح بقى بعد كده، بقى فؤاد المهندس وشويكار وسمير غانم وأستاذ عادل إمام، يعني رموز مسرحية كبيرة. لكن احنا لما بيجي نتكلم على الارشيف، لا المسرح كان بياخد حيز كبير جدا من الصحافه والمجلات، وفي يوجد صور هم بيمثلوا على المسرح، والمسرح يعتبر اصعب من السينما لانه مواجه للجمهور، متعايش اللحظه بلحظتها. فكان الجرايد والمجلات بتجيب دوت وبتتكلم عن ده، ازاي مثلا كان زمان لما يجي يوقعوا عقود اذا كان فنانين ولا مسرحيين ولا مخرجين ولا كتاب سيناريو، وكانوا يعملوا اوراق وعقود تكتب اساميهم ويجوا في الاخر كده واحمضي باسمه، ها
ان هو اشترك وعمل عقد بفيلم بياخد 500 جنيه ياخد 250 جنيه وكان ايه بياخدهم دفعات 25 في 50 في 30 في 40 ها ممثل كبير ها وكان بيقول ايه لا وكان بيتكلم بقى في المجالس يقول لك انا يهمني ان انا بشبع رغبتي المسرح هو كل حياتي ودي كلمة قالها أستاذ جلال الشرقاوي بعد كده في كتابه اللي عامله في جزئين ها إن المسرح كل حياتي كل المسرحيين الأوفياء بيحبوا المسرح ويتعايشوا فيه الكلام ده هم بيقولوه فين في المجلات في الكتب الكلام دوت موجود في إمضاءاتهم ها نظامهم في إزاي كانوا بيشتغلوا وما كانش النظرية المادية عندهم نمرة واحد قد ما بيحبوا المسرح كل الكلام ده في الجرايد ها المسرح نزلت حوالي 3-4 إصدارات إلى آخر إصدارات في آخر التسعينات المسرح نزلت في العشرينات قعدت حوالي 4 سنين توقفت ها المسرح نزلت في الستينات ها قعدت حوالي 8-9 سنين وتوقفت المسرح نزلت في الثمانينات وتوقفت ها ليه أنا بقول كلمة مجلة المسرح لأن مجلة المسرح هي أرشيف لأن كانت بتعرض فيها الأعمال المسرحية السنوية والجوائز التقديرية من الدولة للمسرحيين المتميزين إزاي كان بتلاقي كتاب جامع الأعمال الفنية يقول لك فرقة الفنون المسرحية التلفزيونية وعاملين لهم كتاب بالصور عن كل أعمالهم بالأبيض وأسود سنة 69 ده شيء حلو جدا طب إحنا كنا بنشوف ورق تذاكر للمسرحيات بنشوف إعلان زي الأفيش بتاع السينما بس إعلان للمسرحيات ازاي كان الاقبال رهيب على بعض المسرحيات المتميزه في تاريخ المسرح المصري مسرح تاريخ عريق واعظم ما فيه واندر ما فيه هو بداياته يعني السبعينات والثمانينات والتسعينات نلاقي كتير في الجرايد والمجلات والارشيفات موجود بشكل كبير قوي بيتكلموا عن كل مسرحيه بيتكلموا عن الفنانين المسرحيين فلو احنا رجعنا اهم حاجه في ارشيف المسرح هو بداية المسرح ده موجود جورنان من وقته مجلة كانت بتوكب الحدث ها وصور فوتوغرافية نادرة مش هتلاقوها غير في أرشيف تاريخ المسرح